والمام سدها بهر والتمر من تمر بيشة والمام سد الفهر بالله على تقنشو احسن اعلان والله اي والله تسويق صدق صدق ليه ما تسوون الفكره دي بالتيك توك؟ طب انا كنت ابيع من السنه لا 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 الفكره هذه يعلن بعدين تقول التمر يمكن ما اقدر انتشر ما تدري حق اليوم ناوي ترن في التيك توك اي والله صدق ممكن من اللي ما قد وزع 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 ننتظرك حتى لو تروح على تمر بيش يا حبيبي اسلم اسلم الله يعيننا ما عندنا الا تمر اليوم ما لا عيننا لا غدا الربع ولا عيننا الحمد لله ربك اني عوضتك ما خليتك تقعد كذي كذي عليها عليها هني ها بكره بتشبعهم يا سعد خليني يا ابو سعد حبيبي يقول التمر تمر بيشه والمام سد الفهد 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 هذا صدري بيشه السلام ورحمه الله الله يجود عليك الله يجود عليك حالك بكره ما حد يسوي غدا حالك الله يجود عليك يرحم والديك والطيب طيبك والله يرحم والديك يعني ولا هم مستغربين عليك الكرم يقولون زمان ولا لا لا بيت سد الملك فهد تعرفونه كله وش الغداء وش الغداء والله احنا الماضي لان سد الملك فهد ثاني اكبر سد في الشرق الاوسط يا واحد بيشة اتوقع وما خبرني الشاعر سيد بن هضمان حاتي قال التمر من تمر بيشة والماء والماء من سد الفهد يعني سد الملك فهد هذا سموه بيشة ام العيشة بعدين قالوا بيشة ما فيها عيشة يوم انقطع النخل ترى فترة منها انقطع النخل ايه الماء وقف شغل انس شغل انس اللي جعلك ما عاد تاكله شغل انس اللي بياكله بيتسمم ظني اسبوع طريح فراش سلام اهلا اهلا لا 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 ما شاء الله تعال 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 عبد العزيز تعال اعمل برمه اعمل برمه ارحب تعال لنا وش اللوك هذا والكشخه طقمك حريقه طق النظاره طق النظاره هي النظاره تجي مع البدله ما عرفناك يا ولد وش السايح هذا لا شوف من هنا يعني هذه بدايه يجي طق القام وساعه شوف هذا حبب يرجع ياخذ ثاني مره ثاني يعني هو في ايه رجاله الله شو الفخامة هذه سلام عشت جعلك تعرس قل قدام الكاميرا تانت صار اقول جعلك تعرس جاوبني قدام الكاميرا كم جيت بعزه بشر انت صار عليكم اليوم خلاص ايش صار عليك مواريها مواريها وش هي؟ شرب شرب خاها معي بجي حنكها اعطيني صحيح بحط فيه انا المقدع ذاك وبين القدور الحمر تحت 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 لا لا تحت 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 ايوه شكله تراثي معدل عشان هذا نغطيه ما ينشف التمر تعبت وانا اصلي عده فيكم يا عيال انا ما دايم لكم لا والله نومه العصر ما احبها والله اي والله شو نسوي؟ لا عاد الله صحي الله جاهزه لبست شراع عاد بيطلع عليكم الحين من هو الرشيق؟ من انا رشيق؟ والله ما الله يجعله في الله يزوجكم ان شاء الله اي والله هذه الدعوه الزينه اي والله هلا اللي جاب عزيز شنو؟
وين؟ شاهي؟ يلا يلا صامطه يا انس. يعني المفروض يا اخوي حط دجاج، طيب حط شيء يا اخوي. طب حط ملح. طيب والله ما سويتها خل عن عاد. انا كل ثقه في يعني اجسامك، كل ثقه فيهم عند الاكل. الملح عند ركا. بعدين شوف بعدين، ترى الزين ما يكمل يا رب. والله الزين ما يكمل. ها بكره بكره تطقمك هذا عاش. والله ما تصبه، والله ما تصبه. نزلها بس، نزلها. والله ما تصب انت. وين نزلها بس، نزلها. والله متحرك اخر شطه الحين. عن هجت ما عاد لك عذر. انس هو بيعوض الصامطه اللي سواها، بيعوض عن المصيبه اللي تقاو تقاو تقاو. ارتكب جريمه. ها الله يبارك فيك يا حبيبي. عاد والله بيض على وجهه، رجعت دول القشره. انا بيض على وجهه ما رقد وسوى عيشه وعانى يصب قهوه. لا والله بيض على وجهك، رايتك بيضه. خدمتكم شرف، طال عمرك انت. رايتك بيضه مره، الله يطول اعمارك. عداني اللوم. من قال ان الوزن الثقيل ما هو خفيف؟ من قال؟ اخف خفه النفس. والله انك كسرت اخف. انا هنا اكسر جميع القواعد. والله عندك، لا والله والله اني اضحك منكم، اضحك من كلمتك ما انساها يوم تقول ما نوعدكم ولا عدل يربطنا يربطنا. لكن اي والله اني صاد. عذرا تمر، عذرا تمر ورع. تحرك. ما عليش، لازم ثياب هنا. والله ما عليش، بدال هناك. فكاسه ولا فنجان؟ تعال غن غن انت. اسحب منها الفنجال يا انس. من المغني؟ قلت له جت القهوه. هات هات فنجان، هات فنجان. اي والله قال لا جت القهوه، لا تصب غن. اي ها دقيقه بس خلهم يجون عشان ما حد يسمع. بيغني دقيقه يا اخوي، ولا خذ خذ بس ليش واحد عافاك الله وتذكر. انا اعطيك اياها البيشه. اسلم اسلم اسلم، اعطى واسع. ها ايش تبي؟ لا تغني خلاص، بيغني. يا مرحبا يا مبارك يا ولد، ايش حالك حنا؟ انت السعد ترى، انت الوقت وكذا بتخسر معنا. شوف شوف كم تغني عشان لا يغني. لا تشرطت علينا من ذا اليوم، تشرطت علينا ومشينا. قلت يخلص الصوت الاول بعدين نعطيكم اشاله، بعدين قلت انت قهوه، بعدين ما يصير. عادي الرجال، الرجال يماطل يماطل. ايه يلا يا لا اقدر. الكتالوج جديد، نبغى مشاكل. القنبله جاء. تعال 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 يا الدب. الله يبيضك ابو مسفر. تقولي وينها؟ ازعجنا ما خلانا نرقد. والله ازعجنا. الحين سعد ما يغني من داخل قلبيات وترس بريد وترس. ايش سوي يا اخي؟ ايش يعني بيقفل؟ اصهل يا الحصان. يا ولد حطوه حطوه في ترعه. لا 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 يا اخي يا الربع بس بس يا بس عطني حطه في ترعه داخل. انا بساعد. عطني سعد غاسل انكف. عطني عطني ها فاين. ما شيء حضرت الله يجزي. الثلاجة يعني بتخرب واضح انك هنا حق اغراض الطبخ اليوم. انك ما تزينتي ما ادري مزاينك رب البيت في عيني. يا سلام يا سلام. سلامتكم صاحب دنك. الحين عطوها الدله كامله. اعتبروا استر بالتمر. هذا عطر عطر
شوف الفوايد تمر بيشا، شوف الفوايد صوته. شوف الفوايد لا والله ما اضطريت يوم قلت هذه كذا لازم يا ولد. ايه حركات. طيب انت شو عطني اعطيكم يلا. الله خيال نيه 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 جنب 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 ضايق جنب اشيلكم ولد ادخل الاسياخ فيه فازي والله يا قهوه قهوه خذ لك امشي رزقك تمر تبدا يومك قميص خلص دقيقه اتحدوها يا العرض انا ودي بندر بندر ما شاء الله يا اخي الحين صوته قاني صوته كل طبقات الحين جود بندر يا رجل ترى اللي يقوم من النوم الحين ترى صوته مرتاح للاخر صح يلا هو يحاول يحول على بندر بيض الله وجه الايام ما خلت قصور علمتني كيف بغض القلوب وودها كنت جاهل بالمشاعر وبإحساس الشعور لين جاتني صدمة ما قدرت أصدها والله إن قلبي على روعة الدنيا صبور مرصك كات الليالي عنيد جدها بندر محمد في خفيفة في بوسطة في عالم يلا سعد تو خلصنا تو مع قلبيات ابو فرزان الله الله صوت هيا ابو فرزان جدا جميل والله جدا جميل هذا تاكل اي والله اي والله اول ما صمم مطبخ اول من فاز وازع وازع ايه وازع يصرح يقول في وحده بس لازم لا ما لحظه العرض تجارون تبكيني تبكيني تقولونها أنا زاله إيه لبدن هاي الطبخة بالله يغني يجي طبخة شوف أنا أحسها بصوت محمد جبارة يمكن يجيبون والله تطلع الحمد لله إيه الله لهينا أعطاه نص ساعة أعطاه رجل 10 دقائق وروح أربع أيوة أبو بندر محمد على حسب بالعلم العيال يبا العيال يبعد اليوم طبخ قدر ضار ها قدورنا عاد واحد يغني حركة اطنع العصا اعطيك ده اصعب هدي ايه ما خلص انت الوقت ما خلص عطنا قهوة يا ورع يلا يلا اسمع اسمع احبوا اربع رجال لا تعب تقول وما فيني وانا فيني وانا يا اخي يا اخي الله يبكيني يبكيني ولو تدري عن اللي صار تدور حال حيرة زار ودمعة ودعت عيني الله أكبر يتي مشعور ولا أجزاء من أني بكيتي مشعور هو أنك أنت تحلف لي وتقسم لا تخليني تعب تقول ما فيني عم تمطر على الضيعة وأنا فيني وأنا فيني أنا ضيعتي هذا ولو تدري يبكيني 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 ولو تدري عن اللي صار تدور حال الله أكبر أحب يا وازلة الناس كلهم من الواز ودمعة حدرت عيني سلامتكم خليك على اللحن ده لا عاد تطلع من اللحن دي قلو ما اقدر مناسب صوتك يا مستر ما اقدر والله تضرني تقدرني اتقوي
عليك ابو فجاه من انا ازعجتكم فهدري بس حبيبي ابد ملعبك زين صوتك مو زين لا لا صوتك زين والله فايده عن القيلون هذه الشاعر صالح من غير قول العمري نعم يوم جات ازمه في فلسطين عسى الله ينصرهم اصبر ما اعطيك طريقه قال ان شاء الله ابشري بالخير وصل الفرج يا بنت الاقصى اما قمنا عزانا فيك ولا قول بك عروس واحنا في هيبه السعود والشرق الاوسط في حماها والله انت من البيتين والله انت من البيتين والمسجد الاصابنا والله انت من البيتين والمسجد الاصابنا لا 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 والله انت من البيتين والباس جلالك صابنا عشو البيتين والباس جلالك صابنا عشو عشو هذه ترى في قمة الحماس عندنا يا سلام حتى يوم بس كل يوم عرفت عرفني اذا عرفت خلاص كفو والله خلم علي يا ولد وفر طاقة بين طويل بيض الله وجه بعد الجو عز الله ما ودك الا كذا احنا نقول الجو احنا جالسين الاقدام احنا نبي انتقام اي والله الساعة ترى احنا هيا اعطونا احنا ما نطلع يا باسم انا ما اش صوت باسم احنا ترى ما نطلع بالجو الحين عشان ما نحرض انفسنا شوف انا ودي ابو فرزان بحايل يتعلم اللهجه وانت تروح ديرتها والله اني يا بلاكس خلي ترزي انا قلت امس بالذات يا بعد حي هذه اقدرها يا بعد حي اقدرها بعد يا بعد حي نوار ترى لها قصه تعرف قصتها يا مازن مازن تعرف قصتها يا بعد حي اي موجوده لها قصه يعني اي لها قصه هيا اسلم ما اعرفها والله ما اعرفها والله بس اني انا سمعتها ماني حافظها والله شوف ما اتوقع ما اتوقع لها قصه ما لا 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 ما قلت لها قصه وسامعها انا يا بعد حي لها قصه يا اخي ما اعرف انا احب القهوه ايش اعرفها والله سامعها قهوه مطحونه محمصه حلوه واحط معها شويه بس هذه القهوه دي ما تنفع الدواسر يا الدواسر يا هذا القلو ما تنفع لو شربتها ما ادري عم بعض يقول المسمار شاعر ما يلعب بالقلو والله انا احب القهوه الساده قهوه بس هي البيضه انا لا شاعر ولا صوت اعطيتكم ما عندي بيض الله وجهك هي انا هذه اشربها وتقهوى منها اوعك هذا قهوه البيت اسلم ارفع صوتك يا ابو اقول حاكم انا عادي على الطاري حديد البهارات الحاره خربه سيدي خادم البيت الحراره هو مليك الحزم والعزم والشرس علي علي رات جدا نجلى الامام ابن الامام انا شو مبارك من وقت ايهم ولا ضحك من المطر اللهم يا وانت عزوه يبطش بكل مدغوش وعنيد مثل سيف الهند من وقع يقص العظام الله الله السلام السلام عيش الشنار عطوك السلام جحل عمرك طويل يستاهل عطنا اليامس اليامس يا مبارك وين قلها اللي انت اليامس ابيه كامله ولا كامله اقول ما يجرح الرجال ويجيب خفيف غير الكلام اللي على غير يمه بعض الكلام يمرني ملتفت فيه وبعض الكلام احيان يقو سمه يضرني لان القدر لاجل رعيه ولا الردي ينثر كلامه ولمه رجلا رفيقه عقب كبر على بيه تلقاه عقب الطيب دايمه يذمه ورجلا على طيب النوايات خوي وتلقى خساسه تحت ثوبها وكمه والاردى من اللي جاب للناس قاصي يسب ربعه دوم وعياله عمه والانجس من اللي كلمة السر تعطيه ويفرح بسرك لو وصل كله الأمة هذيب جايع ما لقى من يعشيه وبالحصين مكبرتها المقمة بيت الفقير تشوف كثرة صوانيه وبيت الغني ما غير لخته والأمة والطيب اللي فيه شحت لياليه الصبر زين وللمعاطيش جمة وين الذي لا صحت له قال لبه لو تدفع للموت ما شاء الله همه ما هو كم اللي يسألك ليه ما ليه الطيب نفسك منه لا جيت يمه سلامتكم صاحب دنيا شاعر ولا يعلم جاء العمر طويل باقي باقي في يوم قدم وانا اذكره
صح عليك زوج ما اجي الا من بعدك جعل عمرك طويل ما شاء الله عليك جعل عمرك طويل ما في الا نيويورك جرى الصوت جرى جرى الصوت ايوه لا لا ترى صوته بعد حلو والله نعم يلا يا مبارك اليوم يومك توني قايم انا قاعد اسولف وياه انا اقول لا ترمي كلام اذا جاك الكلام تكلمت وياه اسمع يعني لا تسوي غدا ولا سويت قهوه طيب طيب تصير تصير اسهل 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 يا جر الصوت عطنا طال عمرك اللي يهيضنا ها جر الصوت سوالي في لا والله عندك انت انت عندك والله ما يجيني والله انا جرت الصوت يا حاج جر الصوت عطنا بيتين على دقيقه رحمك الله بعد اذنك يا بيت كذا تسلمون اسمع الصوت انا ما الصوت حليو بس اني بعطيك بيتين تغريده لا لا اقول جره لا بلغ ضيق العرب لين يصل لنحو شال شال خلها في الليل لا لا تكفى يا مبارك خلها خلها مستمعين كلهم عدوا عندك باسم اسمحوا لي تعال هي اللي على عشان معكز تبين لي رجلي على حالها وانا على والكسر ما هو بذي رجلي علي كله وانت السبب فالغرى بالأول وتالي سلامتكم يا سلام صوتك أبو مسفر أبو مسفر أصهل عطنا على الأجواء هذه لا لا عطنا على الأجواء بر غيم مطر لا تبعد لا تبعد مبارك لبيه لا تبعد لا تبعد بج باخلي مطر غيم اشوف الاجواء بعود يا عيال لا تبعد هذا مكان عيال شو علومكم؟ ما كان شغال طيب الله ايش كان؟ الله يبقيك وش علومكم؟ طيب انه بخير؟ لا لا عندك عندك الموضوع اللي عندك جاء اتوقع صرت انا ابغى الصوت هذا يعني ما عاد انا ابي اسمع صوت الرجال ذا مثلا لا ابي اسمع الرجال ذا من غير تصرف فيه هو محبته عطنا كثير الصوت ما اجي اسحب عليه اسحب عطهم سته تسحب عليه اسلم انت ما والله ما اتكلمت فيه ويلي ويلا اسلم بس اسلم عنده واجه شاركوني ما بتكلم ما بتكلم انت موجود يعني معاذ هو باندر لو بتجي والله اريحنا من الحمد لله الحمد لله نعم من رب العالمين نعم توعدنا ان شاء الله يوم جبنك لا لا بيعطينا بيعطينا بيت 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 شعر في عبارة قوية حاطنها يا عبارة قوية جدا عن القصائد الاستسلام سلام صحه لسان ونعم بكم جميعا صحه لسان عطونا يا شباب عبد العزيز السلطان خذهم بالدور حتى ما حد يطلع علي الشمراني علي الشمراني والله الاستسلام عدينا وسكانها المحبطين مازن ترى مازن انت تقدمنا ولا قلت شيء يا سلام عطنا يا رجال لا لا عاد ايش يا سلام